شكرا سيد رئيس. سيدي الوزيري، من مع العديد من بلدان الاتحاد الاوروبي اقدمت بعض البلدان خاصه فرنسا الشريك التقليدي للمغرب على تشديد وخفض نسب حصول المغاربه على تاشيره شنغل. على هذا الاساس اسائل. شكرا سيد المستشار. سيد رئيس تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. يمكن نذكر بواحد ثلاثه ولا اربعه النقاط باش نوضعوا السياده يدخل على بلادها وشكون اللي ما يدخلش، وبالتالي فاحنا كنحترموا الحقوق السياديه لكل الدول. المغرب فرض تاشيره على اكثر من 130 دوله، والجواز المغربي فرض عليه اكثر من 140 دوله كذلك التاشيره، فهذا ماشي اداه لا للابتزاز ولا اداه للاهانه. اذا كان اعطاء التاشيره حق سيادي ف قبول طلب التاشيره والتعامل مع الطلب خصو يكون مبني على الاحترام، ومبني على الاحترام للدوله واللي كيجي من الدول. كتكون دائما في اللجان القنصليه الحديث حول مساله التاشيره وغيرها وتسهيلها. اذا كان يمكن في الشهور الاخيره كانت بعض الحالات اللي كان فيها استعمال تاشيره لاغراض ما عندها علاقه بالتعرى. الاجراءات التي اتخذت لتشديد اجراءات التاشيره على المغاربه، المغاربه نفسهم علقوا بطرق مختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف. اليوم من انطلاقا من يوم الاثنين الماضي كذلك ما نعلقوش، لأن هذا حق سيادي، لأن هذه الدولة اللي قررت بأنها توضع عراقيل على التأشيرة من حقها. المغاربة حنا كنحترموا حقوق الدول ولكن نتابع ونسجل. شكرا. شكرا.